جاهز؟ يلا يدور على مرتين. أو بشويش أنا ها؟ لا تطلق عليك ما تقدر انت على سوبرمان يهو ما تقدر اي 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 دحين بيضرب باتمان اي تيتو سبايدر مان ما شاء الله شوف الكياتة شوف الكياتة تبغى الليجو لا بياكلوا عنب مثلجة فكرتك هذه تبغى تفوز آيفون؟ شاهدوا الفيديو الجديد اللي نزلناه بفيوز واضغطوا على زر الاشتراك لا يفوتكم الفيديو تحدي مضحك سويناه في البيت اضغط الرابط اللي بالأسفل حتى تشوفوه اوه سلام جاهز؟ بيغني مع الرجال والفار ايش تتوقع هنا؟ داخل صندوق هذا عش غراب سويه غريب صح؟ أربع غربان جوا وزنتهم فوق بعض النينجا بدا الوحش من حيفوز؟ اوه الوحش فاز بيبي سكي بيبي ايش الصوت المزعج هذا؟ خذ باتمان لقو باتمان باتمان يا هو لا تضربه ايش تبغى طيب؟ وات دو يو ونت؟ سبايدي فوز سبايدي يوسف هذا كرسي مو لعبه في ملاهي متحمسين لليله حنبات فين؟ داخل هذا المبنى ان شاء الله ما يزعجونا وقت النوم خايفين يناموا هنا في هذا الخيمه جنب الحنش ما تبدا منا ايش بيصير بخشمك لا الحيوانات اللي هنا لا تيجي خيمتنا اوف مره عادي صوت جا عندنا اكثر من 20 شخص بيباتنا الليله خايفين من الطيور هي هذا لعبة مكان ممنوع تلعبوا فيها لعبة بحث عن كنز مع العوائل الأخرى اللي هنا هذا اللغز حلت الغاز؟ فاز جوائز حنتعشى بوفيه دحين نشوفه هنا واو آيس كريم كوتشي 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 سيون نايلا بناخذ جولة دحين في الليل مع هذه الإضاءة الصراصير يا جماعة إن شاء الله ما يدخلوا الخيمة عندنا لا تاكل الصرصور لا تاكله شجاع أوه حلو يقول ثقيل مرة ما يبغى يحطه على البيت بس يمسك فيه الحين شغلوا فيلم ماتيلدا بنجهز للنوم فرش اسنانك مضبوط يلا تعالوا الصراصير كل مكان مرة خايفين خايفين مره بسرعه بسرعه قبل ما تيجي عليهم صراصير خلاص دخلنا الخيمه ما في صراصير يعني ما في صراصير خايفين ما يبغى يناموا الساعه 5 في الفجر ويا دوب نمنا جاهز يلا اول ما صحوا شاف الحنش اصوات حيوانات طول الليل فما نمنا كثير ومن الساعه 5 بالفجر كل الطيور بدا يطلع صوت ايش الصوت هذه؟ كاننا صحينا فعليا في الغابه لقيت ريش؟ جولة جماعية دحين الصبح بندعم الطيور هذول جو الطيور كلها جاية عارفة انها تاكل جات خايف او ماي جاد نشاط اطعام الطيور وقت الفطور تاركين المكان استمتعتوا؟ انا تهلك شعرك من جد؟ ليه؟ هذه النتيجة حلوة. إيز جادي وادي إيز يوسف. جاد بيحاول يلعب بلاي ستيشن واضح إنه ما يقدر شوف. إيش هذا؟ بنتمشى مع بعض شوفوا جاد ويوسف وأنا سناك على دراجة بسكيت كيف؟ حصة جمباز. الحين جاد لازم أوقف في النهاية. لازم ندور على جاد بالصوت. هيا أنا مو بولو كب موية على جاكيت يوسف المدرسي يا مدرسة ما ليش بللت أحسنت يا جاد أحسنت تختار هذا الرياض ولا هذا؟ اختار اللي على اليمين أي حركة؟ بيسوي هذا الحركة على اليمين شو كيف بيسويها؟ يقول صعب يلا سيت اب دو ات حيسوي هذه الحركه شوفوا
إذا جاء متأكد؟ اجري نوت ياس أبي هذا المية شو 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 يقول لا انت بتخش ما بدك تتخبى عشان يبلغه من زمان جالس كذا بس يناظر فيا شوف فين جاي يناظر فيا حتقعد بس كذا طالع فيا ما بيخليني امشي بعد قلت له يجهز عشان نطلع ورينا ايش لابس مو كذا ما ينفع تطلع زي كذا هو مو لابس مو لابس اي شيء روح اجهز عشان نطلع جاهز للحفله حفلة نهاية السنة ليوسف جاهز مبسوط في الحفلة يوسف الحين بوزع هدايا لزملائه كيف كانت الحفلة زميرة اليابانية جابت لي شيء من الياباني. كنا سجاير. شوف الدراغون فلاي هذا بقرب الكاميرا له. I am a robot. إيه حطيت فمك. يوسف بيسوي عرض دحين. دور يوسف إني طلع يتكلم بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بسم الله. At the beginning of term two, we learn all about melodic control. Our first song up. We learned how to sing in different pitches. Our first song today is the elevator song. Our pitch can go up high and down low, just like an elevator. Enjoy! Woohoo! Oh, شوف الصورة اللي أخذتها لك. مرة حلوة شبهك صورة شو كيف شكلك واو look so much like you ايش رايك يا انس مرة شبهك هذا يوسف ها جات هذا كله حقي لا هذا كله حقي اي 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 السلام عليكم اسمي ادي بنطلونك مرة كبير مع السلامة شكرا على المشاهد ان شاء الله عجبكم الفلوج ولا يفوتكم الفيديو الجديد اللي نزل بفيوز اضغط الرابط اللي بالاسفل حتى تشوفوه يوسف احد يشرب من براد زي كذا يوسف استخدم كوب ها ايش بس